مرحبا بكم أعزائي الطلبة في المثال الخامس حول إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات القابضة والتابعة. مثال رقم 5، فيما يلي الميزانية العمومية لشركتي العراق وبغداد كما في 1/1/2016، عندنا الميزانية العمومية لكل شركة، موجودات متداولة وموجودات ثابتة، وكل شركة عندها مطلوبات قصيرة الأجل وحقوق الملكية. في ذلك التاريخ اشترت شركة العراق 80% من الأسهم العادية لشركة بغداد. هذا يعني أن شركة العراق سوف تكون الشركة القابضة وشركة بغداد الشركة التابعة. وطالما نسبة الشراء 80% فمعناتها أكو حقوق أقلية 20%. كلفة شراء هذه الأسهم أو الاستثمارات هي 188 ألف دينار تم تسديدها بصك، وبالتالي راح نسجل بها قيد محاسبي فيما بعد في سجلات شركة العراق، علما أن القيمة العادلة للأصول كانت كما يلي. طبعا هذه القيمة العادلة لأصول شركة بغداد. هنا عندي الموجات المتداولة 40 ألف، هذه قيمتها الدفترية، لكن قيمتها العادلة في السوق تبلغ 35 ألف دينار، يعني انخفاض 5000. والموجات الثابتة 160 ألف دينار، قيمتها العادلة 185 ألف دينار، معناتها وجود ارتفاع 25 ألف دينار في قيمتها. وأن القيمة العادلة للأسهم للسهم الواحد لشركة بغداد يبلغ دينارين و350. فليس ممكن نستفاد من هذه القيمة في تقييم حقوق الأقلية اللي يمتلكون 20%. المطلوب إثبات كافة القيود المحاسبية في سجلات شركة العراق وإعداد قائمة الميزانية العمومية الموحدة. الحل: طالما أن شركة العراق قد اشترت 80% من الأسهم العادية شركة بغداد، لذلك راح نسجل قيد الاستثمار أو شراء الاستثمارات من حساب استثمارات في أسهم شركة بغداد 188 ألف دينار هي كلفة الأسهم، شراء الأسهم، إلى حساب البنك. وهنا أنا عندي ملاحظة: طالما أن شركة العراق قد اشترت 80% فمعناته أنه حقوق الأقلية هي 20%. النقطة اللي بعدها راح نحسب القيمة العادلة لصافي أصول شركة بغداد. القيمة العادلة لصافي الأصول يعني الأصول ناقص الخصوم، وناخذهم بالأقيام العادلة. فعندهم موجودات متداولة 35، وعندهم موجودات ثابتة قيمتها العادلة 185، مجموعهم 220 ألف دينار ناقص القيمة العادلة للمطلوبات اللي نفس قيمة الدفتر 10000، وبالتالي راح يكون القيمة العادلة لصافي الأصول 210 ألف دينار. نبدي الآن راح نبدي نقيم حقوق الأقلية. الطريقة الأولى في تقييم حقوق اللي تسمى طريقة القيمة العادلة مثل ما ذكرنا في الأمثلة السابقة. فطالما أن شركة بغداد عندها 100 ألف سهم والأقلية يمتلكون 20% من قيمة من عدد هذه الأسهم، فمعناتهم عندهم 20 ألف سهم. القيمة العادلة للسهم الواحد مذكورة كانت في السؤال دينارين و350، هذا معناته أنه قيمة 20 ألف سهم العادلة هي 20 ألف في دينارين و350 ويساوي 47 ألف دينار. في حالة أن القيمة العادلة أو القيمة السوقية، في حال أن القيمة السوقية أو العادلة لأسهم شركة بغداد كانت غير متاحة، عندها يمكن أن نلجأ إلى احتساب القيمة الضمنية. القيمة الضمنية تعتمد على كلفة الاستثمارات، نقسمها على نسبة ملكية الشركة القابضة. ف 188 ألف دينار تقسيم 80% راح يطلع القيمة العادلة للشركة بالكامل 235 ألف دينار. حقوق الأقلية يمتلكون 20% من هذه القيمة، فمعناتها 47 هي نفس القيمة المحسوبة في الأسلوب الأول. هذه الطريقة نلجأ لها في حالة عدم انه كان سعر السهم غير معلوم. هذه كانت الطريقة الأولى في تقييم حقوق الأقلية. اكو طريقة أخرى ثانية لتقييم حقوق الأقلية، طريقة القيمة العادلة لصافي أصول قابلة للتحديد. يعني نقيم حقوق الأقلية من الموجودات القابلة للتحديد بدون شهرة محل. فحقوق الأقلية 20% من القيمة العادلة لصافي أصول قابلة للتحديد، 20% من 210 مثل ما حسبناها قبل قليل، فيطلع الناتج 42 ألف دينار. فمعناته حقوق الأقلية أما نقيمها ب 47 ألف دينار،
أو نقيمه ب42 ألف دينار، لكن وفق المعايير يفضلون استخدام طريقة القيمة العادلة للطريقة رقم واحد، لذلك راح نعتمد على الطريقة رقم واحد ونعتمد حقوق الأقلية 47 ألف دينار. تحديد الفرق بين كلفة الاستثمار والقيمة العادلة لصافي الأصول، نأخذ كلفة الاستثمار وحقوق الأقلية نجمعهم سوا ونطرح من عندهم القيمة العادلة لصافي أصول شركة بغداد بالكامل، 188 ألف دينار زائد 47 حقوق أقلية ناقص 210 اللي هو القيمة العادلة لصافي أصول شركة بغداد، الفرق بيناتهم راح يطلع 25 طالما الفرق موجب فراح نعتبره شهرة محل. نجي على قيد الاستبعاد، احنا عندنا أساسيات راح نعتمد عليها في إثبات قيد الاستبعاد وذكرناها في الأمثلة السابقة، وهي إلغاء حساب الاستثمارات وإلغاء كافة بنود حقوق الملكية لشركة بغداد التابعة وإثبات حقوق الأقلية وإثبات التغيرات في القيم العادلة الموجودات والمطلوبات وإثبات الفرق بين كلفة الاستثمارات وبين القيمة العادلة لصافي أصول شركة التابعة، يعني أما شهرة محل أو مكاسب شراء. قيد الاستبعاد راح يظهر بالشكل التالي: لغينا حساب الاستثمارات بالجانب الدائن، لغينا حقوق الملكية لشركة بغداد في الجانب المدين، وثبتنا حقوق الأقلية وفق طريقة القيمة العادلة، ثبتنا الارتفاع في قيمة الموجات الثابتة، وثبتنا الانخفاض في قيمة الموجات المتداولة، وثبتنا الفرق على أنه شهرة محل. إعداد ورقة العمل لتوحيد الميزانية العمومية، طبعا هذه الميزانية العمومية لشركة العراق بعد شراء الاستثمارات، لذلك راح تظهر عندي الاستثمارات في كعنصر بالموجودات، وانخفضت قيمة الموجودات المتداولة نتيجة شراء تلك الاستثمارات. راح نثبت قيد الاستبعاد هنا، فأول شيء قيد الاستبعاد مثل ما شفناه بالخطوات هو إلغاء حساب الاستثمارات، فراح نلغيه بالجانب الدائن، وإثبات حقوق إلغاء حقوق الملكية لشركة بغداد راح يكون بالجانب المدين للإلغاء مالتها، وإثبات الانخفاض في قيمة الموجات المتداولة، وإثبات الارتفاع في قيمة الموجات الثابتة، وإثبات حقوق الأقلية، وإثبات الفرق على نشرة محل، وبالتالي ثبتنا قيد الاستبعاد. راح نتأكد ان هذا القيد متوازن جانبيا مجموعهم 240. الخطوة اللي بعدها راح تلجأ الى توحيد المبالغ او احتساب المبالغ الموحدة، 72 ألف زائد 40 ألف ناقص 5000 يطلع 107 ألف، 300 ألف زائد 160 ألف زائد 25 ألف راح يطلع 485، 188 ألف دينار ناقص 188 راح يكون صفر يستبعد. شهرة المحل راح تكون هنا أنا عندي 25 مكات موجودة عندي فتظهر بال25 فقط، وهكذا بالنسبة للمطلوبات وحقوق الملكية. ونتأكد من توازن الميزانية العمومية الموحدة. شكرا لكم ونلتقيكم في دروس قادمة إن شاء الله. تحياتي لكم.